بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 79 من سلسلة دروس كتاب شرح الوقاية للعلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز الشهير بابن ملك رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ولو أكل لا يزال الكلام في أحكام الصيام، ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا، قال لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: للذي أكل ناسيا تم على صومك، فإنما أطعمك الله وسقاك. فإن قلت: كيف عملتم به بهذا الحديث، بهذا الحديث وهو خبر الواحد، خبر آحاد مخالف للكتاب، فكيف عملتم به وهو مخالف للكتاب؟ قال: لأنه أمرنا بالإمساك، لأن الكتاب القرآن أمرنا بالإمساك. ولم يبقى هناك، يعني في الخبر لا يوجد إمساك، لم يبقى الإمساك هناك في هذا الخبر، لم يبقى هناك، يعني لم يبقى الإمساك في الخبر، في الخبر لما قال تم على صومك، فلم يكن هناك، لم يكن إمساك في الخبر، يعني في الحديث. قلت: عملنا بالكتاب، عملنا بالكتاب، لأن اعتبار النسيان يؤدي، لاحظ لدقة الجواب، نحن في الحقيقة ما خرجنا. لماذا هذا الإيراد وارد علينا نحن أحبابنا؟ لأن نحن عند الحنفية لا يجوز الزيادة على النص بخبر الآحاد، فهذا لا يرد على الشافعية مثلا، لأنهم يجيزون ذلك. أما عندنا نحن ممنوع عندنا من قواعد مذهبنا الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد، فأنتم الآن عدلتم خبر الآحاد كله بالعمل بهذا الحديث. قلنا له: لا، انتبه، نحن على العكس، عملنا بالكتاب. كيف عملتم بالكتاب؟ قال: لأن اعتبار النسيان يؤدي إلى الحرج. اعتبار النسيان، إيش اعتبار النسيان؟ يعني بناء الأحكام على الفاعل مع وجود النسيان يوقع المسلمين في الحرج، هذا معنى اعتبار النسيان. يعني إيش اعتبار النسيان؟ يعني أن نقول بأن الحكم حاصل، الحكم مترتب، الحكم مترتب على هذا الفعل الذي صدر مني ناسيان، هذا فيه حرج. قال: لأن اعتبار النسيان يؤدي إلى الحرج، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحكم في الجماع ثبت بدلالة النص، ثبت بدلالة نص ورد في الأكل. لاحظوا أحبابنا الآن، أول شيء: ولو أكل أو شرب لا يفطر، لا يفطر. الحديث ورد صريحا في من أكل وشرب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتم صومك، فإنما أطعمك الله وسقى. فمن أين أنتم أضفتم للمسألة الجماع ناسيان؟ ما قال له أتم على صومك بعدما جامع ناسيان. عندكم دليل معاشر الأحناف؟ قال: انتبه، سنوضح لك المسألة كي لا تلتبس عليك. لاحظ، قال:
أنهينا الحديث إذن عن العمل بخبر الآحاد. قال والحكم في الجماع، هذا جواب لإيراد علينا، ثبت بدلالة نص ورد في الأكل. يعني معنى هذا الكلام، لما ثبت بقاء الصوم، لما ثبت بقاء الصوم في حق الآكل والشارب ناسيا، ثبت أيضا هذا الحكم في الوقاع في الجماع، لأن كلا من الجماع والأكل والشرب كل منهما نظير الآخر، الأكل نظير الشرب والشرب نظير الجماع، في كون الكف عنه ركنا من أركان الصيام. فيكون، لحظة أحبابنا الجواب الآن، فيكون ثبوت عدم الفطر بالجماع ناسيا عن طريق دلالة النص. هذا ملخص الجواب، ملخص معنى قوله ثبت بدلالة نص ورد في الأكل. قال كذا في النهاية. إذن عدم الإفطار بالأكل والشرب ناسيا ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أتم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك، وعدم الإفطار بالجماع ناسيا ثبت بدلالة النص الذي ورد في الأكل. والعمل بهما، والعمل بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام أتم على صومك، هو عين العمل بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال أو نام فاحتلم، نام وهو صائم، بعدما أصبح صائما صلى الفجر نام، فاستيقظ في وقت الضحى فإذا به على جنابة احتلم. أو نظر إلى امرأة حسناء فأنزل لم يفطر. طبعا هذا النظر إذا كان لزوجته لا إشكال فيه، كراهة أيضا، يعني يكره لك أنت أيها المتزوج هكذا أن تنظر إلى زوجتك إلى محاسنها وأنت صائم، فيؤدي ذلك إلى الإنزال، هذا ممنوع مكروه. أي نعم، فمن باب أولى أن يكون النظر إلى امرأة أجنبية يكون محرما. الأصل أحبابنا النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، حرام لا يجوز. النبي الكريم المعصوم عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن الله تبارك وتعالى أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، هكذا جاء في الحديث القدسي، يقول الرب تبارك وتعالى النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. والمعصوم عليه الصلاة والسلام يقول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العينان، العينان زناهما النظر، فالنظر إلى المرء، وما من جاء في الحديث أيضا أحبابنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم إلا وملكان يقولان في الصباح، ما من صباح إلا وملكان يناديان فيقولان ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. فالنظر إلى المرأة الأجنبية محرم لا يجوز، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من نظر، ما من مسلم، لاحظوا هذا الحديث أحبابنا ما أجمله، الله لا إله إلا الله، يقول ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له طاعة يجد حلاوتها في قلبه، إلا أحدث الله له طاعة أو عبادة يجد حلاوتها في قلبه، هذه مكافأة،
هذه مكافأة لمن غض بصره عن المحرمات. لذلك جاء في حديث آخر أن النبي المعصوم يقول عليه الصلاة والسلام: كل عين باكية يوم القيامة. كل عين باكية، لاحظوا أحباب هذا التعميم، كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله. اللهم أكرمنا بذلك. إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا حرست في سبيل الله، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. نحن ما خرجنا عن الموضوع، ما زلنا في صلب الموضوع. فالشيخ الآن لا يبين لنا حكم النظر إلى المرأة الأجنبية، هذا موضوعه كتاب الحظر والإباحة. أما الآن الحديث عن لو أنه ارتكب هذه الجريمة ونظر إلى امرأة أجنبية فخرج منه الماء، ما الحكم؟ قال: لا يفطر، مع أنه ارتكب جريمة النظر إلى ما حرم الله عز وجل ولكنه لم يفطر. طبعا لم يفطر أبطل ثواب صومه، ثواب صومه بطل لأنه ارتكب معصية وهو صائم. والمعصوم عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به لا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. رب العالمين لا حاجة له في أن تترك الطعام والشراب. الله، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. إذن أو نام فاحتلم، أو نظر إلى امرأة حسناء فأنزل، قال لم يفطر، لأن النظر كالتفكر. ولو تفكر في جمال امرأة، في جمال زوجته مثلا، كان مسافرا تذكر امرأته وهو صائم وجلس وفعل هكذا وبدأ يتذكر أيامه الجميلة مع زوجته فحصل معه إنزال، قال لم يفسد صومه. قال: فكذا هذا. قال: ولو عالج ذكره بيده حتى أمنى، المختار أنه يفسد صومه. وكذلك المختار أحبابنا أن هذا الفعل محرم لا يجوز خارج رمضان، وفي رمضان أشد إثما. في رمضان هذه الجريمة تكون أشد وزرا وأشد إثما في فعلها في هذا الشهر المبارك. ولكنه إن فعل، الصحيح أنه يفسد صومه ولا يجب عليه الكفارة. قال: أو الدهن. إيش يعني الدهن؟ يعني وضع على شعره دهنا زيت، أو على لحيته وضع دهنا، أو على شاربه وضع دهنا. قال: لا يفطر. لم يفطر لعدم المنافي، لعدم وجود المنافي للصوم، لا صورة ولا معنى. لا صورة حيث لم يدخل إلى جوفه ما يتغذى به، ولا معنى حيث لم يخرج منه الماء بشهوة. فإذا لعدم وجود المنافي للصوم. قال: أو اكتحل. لم يفطر. ثبت في الصحيح في أحاديث كثيرة وأن النبي الكريم الرؤوف الرحيم السيد السند العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اكتحل وهو صائم، فدل هذا على أن الكحل في الصيام لا يبطل الصوم. قال: أو اكتحل لم يفطر. لم يفطر. ونص الكمال ابن الهمام وغيره أيضا من أئمتنا الكرام أنه لا يفطر، سواء وجد الصائم طعم الكحل في حلقه أو لم يجد طعمه، لا يفطر. وكذلك لو وضع دواء في عينه، قطرة دواء في عينه، كذلك لا يفطر وإن وجد طعمه في حلقه. قال: لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ، والدمع يترشح، وعليه فالموجود في حلقه إذن ليس عين الدواء وليس عين الكحل، وإنما هو مترشح من المسام، مترشح من المسام، وليس عين الكحل أو عين الدواء. هكذا قال
أئمتنا وفقهاؤنا. نعم. واستدلوا على ذلك أيضا فيما لو كان إنسان في يوم حار شديد، حر شديد، وكان صائما في رمضان فاغتسل فجعل فأحس بشيء من الرطوبة، هل يفطر؟ قال لا، لا يفطر، لأن هذه الرطوبة دخلت إليه من المسام، وهذا يعني متعذر منعه. قال أو قبل، قبل زوجته أيضا، طبعا قبل أو لمس، أو لمس زوجته يعني ولم ينزل، ولم ينزل، مجرد قبلها من جبينها، قبلها من خدها، قبل أو لمسها بشهوة أيضا، قبلها أيضا بشهوة، هذا كله لا يؤدي للإفطار لعدم وجود المنافي للصوم، لا صورة ولا معنى، فلذلك لا يفطر. أو قبل أو لمس أو اغتاب، هو صائم جلس يغتاب، يغتاب يذكر فلان وفلان 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 وهو صائم، قال لم يفطر لعدم المفطر أو المفطر صورة ومعنى. ما هو المفطر صورة؟ كما قلنا قبل قليل، وهو أن يدخل عبر الفم إلى جوفه، نعم، أن يدخل إلى جوفه ما يتغذى به عادة، هذا إيش؟ المفطر صورة. أما المفطر معنى هو أن يخرج منه الماء، ماء الرجال، بشهوة، بشهوة. قال وأما ما روي أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الغيبة تفطر الصائم فمؤول، أي تذهب ثواب صومه، فصار كأن لم يصم، فصار كأن لم يصم، أو غلبه القيء، أو غلبه القيء، يعني إنسان ذرعه، غلبه، خرج بدون صنعه، خرج القيء بدون صنعه، وكان هذا القيء قليلا أو كثيرا ملء الفم، خرج كثير، قال هذا لا يفطر، بما أنه إيش؟ ذرعه، خرج بدون صنعه، لا يضر. قال أو غلبه القيء، سواء كان ملء الفم أو دونه، أو تقيأ يعني تكلف، خرج القيء بصنعه، أدخل أصبعه هكذا فخرج القيء، أو تقيأ أي تكلف في القيء قليلا، يعني لو استقاء عمدا ذاكرا لصومه، وكان القيء، وكان القيء ملء الفم، ملء الفم، لزمه القضاء، أما ولا كفارة عليه. أما لو استقاء وكان القيء، استقاء انتبه هو الذي أخرجه، وكان القيء، كان القيء إيه نعم قليلا، قليلا، لا حرج عليه، لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، إيه نعم. قال أو تقيأ أي تكلف في القيء قليلا، أما لو تقيأ كثيرا، استقاء كثيرا، قلنا يفسد صومه ولا قضاء ولا كفارة، يفسد وعليه قضاء ولا كفارة عليه. لما لا كفارة عليه؟ لعدم وجود المفطر صورة ومعنى، احفظوا هذين الكلمتين، هاتين الكلمتين. قال أو أصبح جنبا، يعني طلع عليه الفجر وهو جنب من وطئ، وطئ جامع زوجته ونام، استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، تناول طعام السحور وهو جنوب، ثم أذن الفجر عليه وهو جنوب، قال لا يضر، لا يضر، إيه نعم. استيقظ قبل الفجر من أجل أن يتناول الطعام السحور، فإذا به وجد نفسه جنوبا، فتناول الطعام، أذن الفجر وهو جنوب من احتلام، كذلك لا يضر، لأنه ليس من شروط صحة النية أن ينمي وهو على طهارة. أو أصبح جنبا، أو صب في إحليله دهن، الإحليل معروف مخرج البول، يعني الذكر معه مرض ما، مثلا معه مرض، قال له الطبيب تضع دواء في الإحليل عن طريق قطارة، عن طريق شيء معين، فوضع، أدخل الدواء في الإحليل، هل يفطر؟ قال لا يفطر.
قال لم يفطر لعدم، وإن وصل هذا الدواء على فرض إلى المثانة، قال لعدم المنفذ بين الجوف والإحليل. وأما البول فمترشح، يعني يتجمع البول في المثانة عن طريق الترشح وليس هناك يعني منفذ، هكذا قالوا، كذا يقول الأطباء. هذه الآن العبارة التي سنقرأها فيها خلل، قال ولو صب أو ولو صب في قبل المرأة لا يفطر، والأصح أنه يفطر. العبارة ركيكة، ينبغي أن تكون العبارة على النحو التالي: ولو صب يعني الدواء في قبل المرأة الأصح أنها تفطر، هكذا ينبغي أن تكون العبارة. وهذا أكيد خطأ من النساخ، يعني لا شك في ذلك. إذن العبارة ينبغي أن تكون نعم. ولاحظوا أحبابنا كيف ماذا فعل، قال كذا يقول أطباء وضع نقطتين، انتهى. لماذا النقطتين؟ هنا نقطة واحدة، يعني ظاهر صنع الكتاب الآن يظن الواحد أنه يقول الأطباء ولو صب، وأن كلمة ولو صب هي مقول الأطباء، لا خطأ. هنا بعد يقول الأطباء ينبغي أن تكون نقطة، ينبغي أن تكون نقطة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قوله ولو صب في قبل المرأة لا يفطر والأصح أنه يفطر، هذه العبارة نعم فيها خلل، وتصويبها على النحو التالي: ينبغي أن نقول ولو صب الدواء في قبل المرأة الأصح أنها لا تفطر. ليه؟ عفوا، الأصح أنها تفطر، الأصح أنها تفطر، لأنه يشبه الحقنة كذا في النهاية، يعني في عندنا قول بأنها لا تفطر. أو صب في أذنه ماء، وتعرضنا لهذه المسألة نحن فيما أذكر سابقا، ذكرنا سابقا أن الصحيح أنه لا يفطر لو أدخل الماء أو دخل الماء في أذنه وهو يغتسل وهو يسبح في نهر مثلا، دخل الماء إلى أذنه، الصحيح أنه لا يفطر. ليه؟ هذا ذكرنا أظن في الدرس السابق، لعدم وجود معنى الفطر، لعدم وجود معنى الفطر وهو وصول المغذي إلى الجوف، وصول المغذي إلى الجوف، ولعدم وجود صورة الفطر، وجود صورة الفطر الذي هو في هذه المسألة الآن، في هذه المسألة وجود المغذي من المنفذ المعهود، من المنفذ المعهود الذي هو الفم، ما وصل، فلذلك الصحيح أنه لا يفطر. قال أو صب في أذنه ماء، أو صب في أذنه ماء، لأن الماء غير مصلح للدماغ، لاحظ. وفي الخانية الصحيح أنه مفطر. إذا صار في عندنا في المسألة تصحيحان، لأنه أوصل الماء إلى جوفه بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن. وفي المحيط لو ابتلع لحما مربوطا على خيط، في المراقي قال لو ربط عنبة بخيط وأدخلها إلى جوفه ثم أخرجها لا يفطر. هنا قال إيش؟ ابتلع لحما مربوطا على خيط ثم انتزعه أخرجه من ساعته لم يفطر، لأنه لم يستقر في محله حتى يدفع الجوع عنه. قال أو دخل غبار في من فمه، أو دخان، نلاحظ دخل يعني بغير صنعه، دخل يعني بغير صنعه، أما لو بصنعه ويمكنه الاحتراز عنه هذا يفسد صومه، يفسد صومه. أو دخل غبار أو دخان أو ذباب حلقه وهو ذاكر لصومه، قال لم يفطر لعدم إمكان التحرز عن ذلك. لاحظوا العلة أحبابنا، لعدم التحرز عن ذلك، وهذا استحسان،
وهذا استحسان، والقياس أنه يفسد الصوم لوجود لوصول المفطر إلى جوفه، وإن كان الغبار والدخان والذباب لا يتغذى به فصار حكمه كحكم التراب والحصى إذا دخلت إلى الجوف فإنها تفطر، ولكنها لا توجب الكفارة لأنها لا يتغذى بها. هذا هو القياس، هذا هو القياس. ولكن عدم الإفطار استحسان، علته عدم إمكان التحرز عن ذلك. يفهم من هذا أنه لو أمكن التحرز عن ذلك، استطاع أن يتحرز عن دخول الذباب أو الدخان أو الغبار من فمه إلى جوفه وأذن له بالدخول يفطر، لأنه يستطيع التحرز عن ذلك. نرجع للقياس في المسألة، نرجع للقياس في المسألة. قال: والمطر والثلج يفسد في الأصح لإمكان الاحتراز عنه، لو دخل مطر في فمه فتح فمه والأمطار نازلة، أي نعم، ما الحكم؟ وابتلعه، يفطر صوم، يبطل ويفسد صومه، يفسد صومه. طبعا المراد دخول المطر إلى الفم مع الابتلاع، أما لو دخل وأخرجه لا يفطر. قال: ولو وطئ ميتة أو بهيمة أو في غير فرج، في غير فرج كالتفخيذ والتبطين، أو قبل أو لمس، أو لمس فرج ميتة أو بهيمة، إن أنزل، هذا قيد للكل، يعني قيد للوطء، لوطء ميتة ووطء بهيمة ووطء في غير فرج وقيد للتقبيل وقيد لللمس في الجميع، نعم، إن أنزل. قال: قيد للكل لا للقبلة واللمس فقط أو المس فقط، ما الحكم؟ قال: قضى، يقضي لوجود معنى الجماع، لوجود معنى الجماع الذي هو الإنزال عن شهوة، الإنزال عن شهوة. قد يقول قائل: كيف يعني لوجود معنى الجماع؟ ألم قال يقول وطئ ميتتان وطئ بهيمتان؟ نقول له انتبه، الإيلاج، انتبهوا أحبابنا لهذا الكلام كي لا يلتبس عليك الأمر والفهم. العلاج في الميتة والبهيمة ليس جماعا على الحقيقة، ليس جماعا على الحقيقة، لأن الجماع هو عبارة عن إيلاج ذكر في فرج مشتهى. الإيلاج، الجماع المعتبر شرعا، المعتبر شرعا هو عبارة عن إيلاج ذكر في فرج مشتهى. فإن أنزل بعدما وطئ الميتة، بعدما وطئ البهيمة، فإن أنزل، هذا قلنا هذا الوطء ليس جماعا، لأنه لم يكن إيلاجا في فرج مشتهى. عادة هو قد يشتهي البهائم لأنه بهيمي، إيه نعم، وقد يشتهي الميتة لأنه ملحق بالدواب والبهائم، ولكن أصحاب الأمزجة السليمة والعقول السليمة والنفوس السليمة تأبى أن يقترب من ميتة أو أن يقترب من بهيمة. فإذا وطئ ميتة أو بهيمة وأنزل وجب بطل صومه لوجود معنى الجماع الذي هو الإنزال مع شهوة، فإن لم ينزل لا شيء عليه. طبعا هو هذا الفعل حرام، هو من كبائر الإثم، هذا حرام من كبائر الإثم طبعا، ولكن إذا لم ينزل لا يترتب عليه إبطال الصوم. نعيد فنؤكد، هذا حرام، هذا الفعل حرام. قال: ولا كفارة فيه، لاحظ، لعدم الجماع صورة. إذن المراد بالجماع هنا كما قلنا إيلاج ذكر في فرج مشتهى عادة.
قال وإلا فلا، أي إن لم ينزل فلا قضاء عليه. إذا قضى إذا أنزل وجب عليه القضاء لوجود معنى الجماع، ولا كفارة فيه لعدم الجماع حقيقة، لعدم الجماع صورة، وإنما وجد معنى الجماع الذي هو الإنزال بشهوة، أما الجماع صورة وحقيقة لم يوجد. وإلا فلا، إن لم ينزل فلا قضاء عليه، مع كونه آثما، مع كونه آثما، يعني صار مثله مثل إنسان صائم نظر إلى محرم، صيامه صحيح ولكنه ارتكب جريمة عظيمة وهو صائم. صار مثله مثل إنسان صائم صافح امرأة أجنبية لا تحل له، نعم ارتكب جريمة بهذا الفعل. صار مثله مثل رجل صائم اختلى بامرأة لا تحل له، طبعا ارتكب جريمة من الجرائم الشرعية وهو صائم، ولكن صومه صحيح، ولكنه بهذه الجريمة التي فعلها ماذا حصل؟ أبطل ثواب صومه، أبطل ثواب صومه. إنسان وهو صائم صار يتكلم مع امرأة أجنبية بدون مسوغ شرعي، بدون مسوغ شرعي، نقول ارتكبت جريمة، ارتكبت إثما عظيما، وهذا الكلام بدون مسوغ شرعي أبطل ثواب صومك، لأن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن اللسان يزني وزناه الكلام، هذا في الصحيحين بخاري ومسلم، وزناه زناه الكلام، أي كلام؟ أن تتكلم مع امرأة لا يحل لك أن تتكلم معها بدون مسوغ شرعي. يعني دخلت إلى دكان تريد أن تشتري سلعة ما، السلام عليكم، عليكم السلام، كم ثمن هذه السلعة؟ درهم، أعطيني، تفضل وأمشي. أما السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله بخير، كيف حالك يا ويبدأ يتكلم، هذا كلام كله شرعا محرم، لا يجوز، هذا كله حرام، هذا من الإثم. لاحظوا أحبابنا، ينبغي أن نتنبه لذلك، وهذا للأسف يقع به بعض الخواص من طلاب العلم، إما بغفلة أو بتعمد، ينبغي أن نتنبه، ينبغي أن نصون يعني أنفسنا وديننا عن أمثال هذه الجرائم التي يقع بها كثير من الناس. نسأل الله أن يحفظنا جميعا، آمين آمين. الله، يأتي إنسان يقول لك لا حرج في الكلام مع النساء، كيف لا حرج يا أخي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واللسان زناه الكلام. يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، نسأل الله أن يحفظنا جميعا. طيب، قال وإلا فلا، أي إن لم ينزل فلا قضاء عليه، لأنه لم ينتقض وضوءه، لم ينتقض صومه ولا وضوءه أيضا، يعني لو أنه قبل أو لمس لم ينتقض. أنت قبلت زوجتك وأنت صائم، لا ينتقض وضوءك إلا إذا خرج منك مذي، لمست امرأة بشهوة، اللمس حرام لا شك في ذلك، اللمس حرام، أن تلمس امرأة لا تحد لك. يقول النبي الكريم السيد السند العظيم المعظوم عليه المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول الله، الحديث حديث كثيرة سبحان الله غاب عن ذهني الآن، لأن يطعن، لاحظوا أحبابنا هذا الحديث، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد إيه؟ خير له من أن يمس امرأتان لا تحل له. الله أكبر. كذلك في حديث آخر يقول المعصوم عليه الصلاة والسلام إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلى رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما. لاحظ الآن تتمة الحديث، اللهم لا تنسينيه. قال ولا أن يزحم، ولا أن يزحم رجلا خنزير متلطخ، متلطخ، لاحظ، ولا أن يزحم رجلا
خنزير متلطخ بطين وحمأة خير لك من أن يزحم منكبك منكب امرأة لا تحل لك. الله أكبر. ولأن يلمس منكبك في حائل، هناك حائل، لأن يلمس منكبك خنزير متلطخ بطين وحمأة خير لك من أن يلامس منكبك منكب امرأة لا تحل لك. فالأمر إذن أحبابنا خطير. إذن عدم نقض الوضوء لا يدل على إباحة المصافحة أو اللمس. قال وإن أكل، في عندنا كلمة إن هنا ساقطة أثناء الطباعة لا بد من إثباتها. وإن أكل لحما بين أسنانه، قيد باللحم بناء على العادة، وإلا كان قد يكون خبز بين الأسنان، قد يكون سمسم، قد يكون أرز، قد يكون أي شيء آخر، ولكن قيد باللحم لأن العادة اللحم هو الذي يدخل بين الأسنان. وإن أكل لحما بين أسنانه مثل حمصة، يعني كان هذا اللحم الذي أخرجه من بين أسنانه كان حجمه حجم حمصة، قال قضى فقط، لا يجب عليه الكفارة، قضى وإنما لم تجب الكفارة لأن هذا الموجود بين الأسنان من بقايا الطعام غير مقصود بالأكل، وغالبا الإنسان يخرجه ويرميه لأنه غير مقصود بالأكل، فصار كالطين، يعني فصار كأنه أكل طينا، صار كأنه أكل ما لا يتغذى به، هذا المراد. قال وفي أقل منها، يعني لو كان الطعام الذي بين أسنانه أقل، أخرجه، طبعا أخرجه من بين أسنانه ولا يزال في فمه، انتبه، أخرجه من بين أسنانه ولا يزال في فمه، وفي أقل، كان أخرجه من بين أسنانه وكان أقل من حمصة ثم ابتلعه، قال لا يبطل صومه. وفي أقل منها لا، يعني إن أكل أقل من الحمصة لا يقضي، إن أكل أقل من الحمصة مما هو موجود بين أسنانه. قال لأن هذا القليل الذي خرج من بين أسنانه تبع لريقه فلا يفسد، ويمشي مع الريق ويبتلع، وأما مثل الحمصة لا تبقى في فروج الأسنان غالبا فلا يمكن إلحاقه بالريق، فلذلك ألحق بالكثير فيفطر ولكن لا تجب الكفارة. قال إلا إذا أخرجه، لاحظ، أخرجه من فمه وأخذه بيده ثم أدخله وابتلعه، فعندها يبطل صومه، ثم أكله فإنه يفسد صومه. لماذا؟ لأنه صار يمكن الاحتراز عنه. قال والتقييد بالأخذ باليد وقع اتفاقا، يعني لو أخرجه بلسانه ووضعه على شفته هنا ثم أدخله بلسانه وابتلعه كذلك يبطل صومه. قال إلا إذا أخرجه وأخطئ. قال والتقييد بالأخذ باليد وقع اتفاقا، يعني هذا القيد ليس قيدا احترازيا وإنما هو قيد اتفاقي. قال ولو بدأ بأكل سمسمة، إيش يعني بدأ بأكل سمسمة؟ يعني أدخلها إلى فمه من خارج الفم، أتى إلى صحن أخذ حبة سمسم وأدخلها في جوفه هكذا وابتلعها وجب عليه القضاء مع الكفار كما سيأتي الآن. قال ولو بدأ بأكل سمسمة فسد إلا إذا مضغ السمسمة، فحينئذ لا يفسد صومه. لماذا لا يفسد صومه؟ انتبه للمعنى. قال لأنه يتلاشى، هذه السمسمة تتلاشى في فمه، تضيع، لا يبقى لها أثر، لأنه يتلاشى في فمه بالمضغ،
قال وتكلموا في وجوب الكفارة والمختار أنها تجب إن ابتلعها أدخل السمسمة ولم يمضغها وإنما ابتلعها، المختار أنها تجب الكفارة إن ابتلعها ولم يمضغها. ذكر في الكافي حول السمسمة تفصيلا فقال إن مضغها، إن مضغ السمسمة أدخلها من خارج فمه ومضغها، إن مضغها لا يفسد صومه إلا أن يجد طعمها في حلقه. لاحظ هذا التفصيل الذي ذكره صاحب الكافي، إن أدخل سمسمة فمضغها لا يفسد صومه إلا أن يجد طعمها في حلقه. يقول الشيخ الكمال ابن الهمام في يعني في نهاية هذا الكلام، قال وهذا حسن جدا، فليكن هذا الكلام الذي ذكره في الكافي فليكن الأصل في كل قليل مضغه. فلو أدخل مثلا رزة، حبة رز، ومضغها فإن وجد طعمها في حلقه وجب القضاء مع الكفارة. لاحظوا أحبابنا، وجب يعني فسد الصوم ووجب القضاء مع الكفارة، فإن لم يجد طعمها لم يفسد صومه. فالكمال بن الهمام أعجبه هذا التفصيل وقال ينبغي أن يكون هو الأصل في كل ما يدخل الجوف، نقول له إن مضغته فوجدت طعمه في حلقك فقد فسد صومك ووجب عليك القضاء مع الكفارة. هذا الكلام هام جدا، اكتبوه على هامش الكتاب، اكتبوه على هامش الكتاب، كلام الكافي وتذييل الكمال لكلام الكافي. يمكن مولانا تكرر؟ نعيد نكرر لا مانع، اكتب عندك. قال في الكافي في السمسمة إن مضغها لا يفسد صومه إلا أن يجد طعمها في حلقه. انتهى الكلام الآن. قال في الفتح الكمال ابن الهمام هذا حسن جدا، فليكن الأصل، يعني هذا الكلام ينبغي أن يكون الأصل، فليكن الأصل في كل قليل مضغه. الله لا إله إلا الله. طيب نعم يا شيخ تفضل. يعني لو وجد في حلقه طعمه يعني مع الكفارة؟ طبعا طبعا مع الكفارة، إن وجد ما دام أخرجه أدخله من، ما قلنا لك أول شيء قال لو أدخل سمسمة وابتلعها بدون مضغ فسد صومه، واختلفوا في وجوب الكفارة. قال الشيخ والأصح وجوبها، ولكن في الكافي فصل أكثر في المسألة كما بينت لكم. شكرا. قال وقيء كثير عاد، قاء كثيرا إنا. ثم عاد القيء، عاد بنفسه، عاد بنفسه لوحده، يعني قاء هكذا، انتبه علي أحبابنا، قاء هكذا من الفم ثم بلعه، لما قاء من الفم هذا إلى هذا القيء ناقض للوضوء، ثم عاد لوحده إلى جوفه، أو أعيد، يعني هو كان قادرا على أن يمجه إلا أنه ابتلعه متعمدا. يعني إذا قاء من الفم وعاد بنفسه أو أعاده يعني بصنعه، قال يفسد صومه قاء كثيرا فعاد بنفسه، قاء كثيرا
وأعاده بنفسه كذلك كلاهما سيان يفسد الصوم. نعم. قال لأن هذا الصوم، لحظة أحبابنا، هذا قول أبي يوسف، هذا قول أبي يوسف. قال أبو يوسف هذا يفسد الصوم، ليه؟ قال لأن هذا القيء خارج، لما كان ملء الفم صار بمثابة الخارج، بدليل أنه ينقض الوضوء، صار بمثابة ما لو خرج خارج الفم لأنه ينقض الوضوء. إذن إذا أعطيناه حكم الخارج وقد دخل، إذا أدخلنا سمسمه من خارج الفم يبطل الصوم، فكيف إذا كان قيء كثير؟ إذن اعتبر أبو يوسف رحمه الله في لماذا حكم بالفساد، قال اعتبر أن هذا القيء خارج، فإذا عاد بنفسه أو أعاده فيبطل الصوم. قال لا القليل في الحالين، لا إذا كان القيء قليلا فعاد بنفسه أو أعاده هو، إيش يعني قليل؟ يعني أقل من من الفم، يعني غير ناقض للوضوء، يعني لا يعطى حكم الخارج. لاحظوا الترتيب أحبابنا، إذن قيء قليل يعني غير ناقض للوضوء. لماذا غير ناقض للوضوء؟ لأنه لم يعطى حكم الخارج من الفم. قال القليل في الحالين أي لا يفسد القيء القليل في العود والإعادة، هذا عند أبي يوسف. أما الإمام محمد له رأي آخر في المسألة، قالوا محمد يفسد الصيام بإعادة القليل، بإعادة لو أعاد القليل يفسد الصيام عند الإمام محمد. ليه؟ قال الإمام محمد نظر إلى صورة الإفطار، إلى صورة الإفطار التي هي الإدخال، فهو لما أعاد القليل، ومن باب أولى لو أعاد الكثير، انتبه، لو أعاد قاء قيئا قليلا فأعاده، قال يفسد صومه. ليه؟ قال لأن ما هو الإفطار؟ صورة الإفطار هو الإدخال، فهو الذي أعاده والذي أدخله. نعم. فلذلك يفطر بالقليل والكثير طبعا من باب الأولى، ومحمد يفسده بإعادة القليل لا عود الكثير. لا الإمام محمد يقول لا يفسد الصيام عود القيء الكثير، لو قاء من الفم ثم عاد بنفسه، لاحظ عاد بنفسه، يعني هذا قاء هكذا ثم عاد بنفسه، عند الإمام محمد لا يفسد الصوم. ليه؟ قال لأنه لم توجد صورة الفطر التي هي الإدخال، لأن هذا الصيام القيء عاد بنفسه ولم يعده هو، فلما عاد بنفسه لم يوجد منه الفعل الذي هو الإدخال، إدخال المفطر إلى الجوف، فلذلك لا يفسد صومه عند محمد، أي لا يفسد عود الكثير، لا يفسد عود الكثير. نعم. الله. أي لا يفسد عود الكثير. أما لو كان الخارج قليلاً نعم لا يفسد، لو كان الخارج قليلاً لا يفسد. لماذا لا يفسد عند أبي يوسف؟ لأن هذا القليل ليس خارجاً، انتبه، لو عاد القليل بنفسه لا يخرج، لا يفسد الصيام لا عند محمد ولا عند أبي يوسف. عند محمد لا يفسد لعدم وجود صورة الإفطار التي هي الإدخال، لعدم وجود الصنع من هذا الإنسان. وعند أبي يوسف لا يفسد الصوم، لما؟ قال لأن القليل لا يعتبر خارجا عند أبي يوسف، وبذلك لا يفسد الصوم. أين؟ الله. قيد بالعود إذ لو أعاده، هو أعاده بنفسه، قال يفسد اتفاقا لوجود الإدخال بعد الخروج، هذا عند الإمام محمد.
قيد بالقي لأنه لو تقيأ الكثير تقيأ استقاء يعني أخرجه أخرج القيء بصنعه يفسد بدون العود، يفسد الصوم سواء عاد إلى جوفه القيء أو لم يعد، يفسد بدون العود والإعادة، وبالإعادة أيضا اتفاقا بين أبي يوسف ومحمد. محمد اعتبر الصنع الذي هو الابتلاع الذي هو الإدخال، فقال عند ذلك يوجد ماذا؟ يوجد صورة الإفطار. وأبو يوسف الخروج اعتبر الخروج ملء الفم، اعتبر الخروج ملء الفم. قال وكره له الذوق، له يعني للصائم، كره له يعني كره للصائم ذوق الطعام ومضغ شيء لما فيه. لماذا كره؟ قال لما فيه من تعريض الصوم للفساد. وفي الخانية إن كان الزوج سيء الخلق لا بأس للمرأة أن تذوق المرقة بلسانها، طبعا تذوق المرق بلسانها ولا تبتلع بعد ذلك وإنما ترميه. قال هذا في الصوم الفرض يجوز لها، يكره الذوق ذوق الطعام مطلقا في الصوم الفرض، ويباح للمرأة أن تذوقه تذوق الطعام إذا كان زوجها سيء الخلق كذلك في الصيام الفرض. أما في التطوع، هذا الكلام كله لصاحب الخانية، أما في التطوع فلا بأس أن يذوق المرأة مطلقا، المرأة وغيرها إذا كان يصوم صوم نفل فلا بأس أن يذوق. لماذا؟ قال لأن الإفطار في النفل مباح بعذر بالاتفاق، وبغير عذر مباح برواية الحسن عند أبي حنيفة. عندنا أحبابنا النفل الإفطار فيه روايتان، ظاهر الرواية أنه يكره تحريما إبطال النفل إذا صام بدون عذر يكره تحريما. رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الصائم أمير نفسه له أن يفطر ولو بدون عذر، ولكن يجب عليه القضاء، القضاء يجب بالاتفاق. قال أن الإفطار فيه مباح بعذر بالاتفاق وبغير عذر على رواية عن أبي حنيفة وهي رواية الحسن. قال إلا طعام صبي ضرورة، يعني في حالة الضرورة، قال وهي صيانة الولد عن الضياع، فلا كراهة في أن تمضغ الطعام لولدها أو أن يمضغ هو الطعام لولده حيث لا يوجد بديل، لا يوجد بديل إلا أن يمضغ هو أو أن تمضغ هي، أما إذا وجد البديل فيكره ذلك. قال والقبلة أيضا، يعني وكره القبلة أن يقبل الرجل زوجته، أي كره القبلة إن لم يأمن على نفسه الجماع. وجاء في الحديث أحبابنا عند أبي داود وغيره أن رجلا سأل النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه عن ذلك، أتاه رجل آخر فسأله عن المباشرة فنهاه عن ذلك. يقول أبو هريرة وهو راوي الحديث فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. من هذا الحديث أخذ علماؤنا هذا التفصيل فقالوا كره القبلة إن لم يأمن على نفسه الجماع. قال لا الكحل، أي لا يكره الكحل ودهن الشارب والسواك كذلك، لا يكره لك أن تستعمل السواك في جميع الأوقات في الصباح والظهر حتى قبل أذان المغرب بلحظات، والسواك ولو عشيا، أي ولو كان استعمال السواك يعني في العشي وهو ما بعد
الزوال. احترز بقوله ولو عشيا عن قول الإمام الشافعي رحمه الله بأن السواك فإن السواك عنده يكره عشيا، يكره عشيا. ليه؟ قال لأنه يزيل الخلوف، الخلوف الذي هو رائحة فم الصائم. قالوا السواك هذا يزيل رائحة الصيام، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن انظر جواب أئمتنا، لهم جوابان. الجواب الأول أن الخلوف هو طيب عند الله سبحانه وتعالى، وهو أثر العبادة، أثر العبادة. ولكن ما هو الأليق بالعبادة؟ الأليق بالعبادة أن تظهرها أمام الناس أو أن تخفيها؟ قولا واحدا، الأظهر بالعبادة أن تخفيها فرارا من الرياء. فبعض الناس كلما فعل طاعة يصور وينشر على الفيسبوك والواتس وغير ذلك، كلما قدم صدقة يصور توثيق بسميه، هذا كله يا أخي من باب الرياء، هذا كله من باب الرياء. يعني أنت تنفق حيث لا تثاب، تنفق حيث لا تثاب. لذلك يا أخي قبل أن تنفق تعلم، اسأل أهل العلم كيف أنفق، كيف أنفق كي أكون مقبولا عند الله. والله يا أحباب أنا أعرف أناسا ينفقون من أموالهم الكثير ولا يعرف من ينفق، المنفق عليه لا يعرف المنفق، وإن علمه يعتقد ويظن أنه ينفق من أموال الناس لا من ماله، وفي الواقع هو ينفق من ماله ولكن لا يخبر الناس. يرجو من الله القبول، يطلب القبول من الله. أما كل شيء صور والشور أبين، لا يا أخي، أنت بعيد عن الصواب وأنت جانبت الصواب. لذلك أحبابنا، لذلك كل شيء ينبغي أن تقدم عليه ينبغي أن ترجع فيه إلى أهل العلم، أن تسأل. السعيد من كان له شيخ يعلمه، من كان له شيخ يرشده، من كان له شيخ يجالسه، والله يا أحبابنا السعيد. فإذا تعرفت على شيخ أحبك وأحببته عض عليه بالنواجذ، وإياك أن تتركه، إياك أن نصيحة لله تعالى يا أحبابنا، حافظ عليه وليكن دائما يعني تسترشد برأيه وتطلب منه أن يرشدك. أسأل الله أن يجمعني وإياكم بالصالحين من عباده. إذن الذي قالنا لهذا الكلام أحبابنا أن خلوف فم الصائم هو أثر العبادة، أثر العبادة، والأليق بالعبادة إخفاؤها، والسواك يخفيها. يضاف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح عند ابن ماجة في سنن ابن ماجة، حديث صحيح، قال خير خلال الصائم السواك. لاحظوا أحبابنا، خير خلال يعني صفات الصائم السواك، يعني استعمال السواك. فلم يفصل، أطلق النبي الكلام ولم يفصل في استعماله بين الزوال ولا بعد الزوال، بل أطلقه. فمن أين أتيتم بالتقييد؟ أتينا بالتقييد من أنه إيش؟ السواك يذهب خلوف فم الصائم. فالجواب أن الخلوف أثر العبادة وإخفاؤه أليق من إظهاره. قال فإن السواك عنده يكره عشيا لأنه يزيل الخلوف وهو أطيب عند الله من المسك. ثم قال وشيخ فان. شرع الآن في الحديث عن الحالات التي يباح فيها الإفطار إن صح التعبير. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.